في ظل المجازر والجرائم الوحشية اللي بيرتكبها جنود الاحتلال في غزة، تلاقي في دول عربية مرمية في أحضان العدو، وكل لما إسرائيل تطلب النجدة تلاقي الدول دي في خدمتها زي الإمارات مثلا، وتلاقي الخبر ده بن زايد في خدمة إسرائيل. الإمارات تكثف الرحلات مع الاحتلال نقل المستوطنين العالقين بعيد بعد توقف شركات الطيران الأجنبية خشية الهجوم الإيراني المحتمل. هل لديكم وصف لهذا؟ يعني دلوقتي في كتير من الإسرائيليين عالقين في العالم لأنه ممنوع الطيران على في السماء الأرض دي المحتلة، فقررت الإمارات أنها تساعد الأسر اللي برة اللي عايزة تخش تاني الأرض المحتلة بأنها تطلع خطوط طيران. مش بس كده، ده الإمارات بتحط إيديها في إيدين إسرائيل عشان تبني قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرة، الجزيرة التابعة لليمن واللي احتلتها الإيران واللي نقلت واللي احتلتها الإمارات واللي نقلت الإمارات أهم شجر فيها، نقلته وسرقته. بتعمل قاعدة إسرائيلية هو مؤامرة كبرى جديدة. صحيفة معارف العبرية: الكشف عن تعاون بين أبو ظبي وتل أبيب لبناء قاعدة استخباراتية مشتركة في جزيرة سقطرة اليمنية، متى يتوقف أبناء زايد عن التآمر على الأمة العربية؟ أنت عارف الجزيرة دي خطر على مين؟ ده خطر علينا احنا في مصر. أي شيء أي شيء يحصل في اليمن خطر على مصر، تحديدا على مصر. هتقول لي بقى يا عم ده كلام، أقول لك بس اسكت. اليمن هي المدخل الجغرافي الأوحد للبحر الأحمر للسفن اللي جاية لنا قناة السويس. فمن مصلحة مصر إن الوضع في اليمن يكون تمام. الله عليك الله عليك يا بيبو. بص، اليمن اهي هي المدخل الوحيد الوحيد للسفن اللي جاية من آسيا رايحة أوروبا، فأي تحرك في اليمن يأثر علينا. بدليل، عندك دليل؟ أنت ده أنت حبيبي. بدليل أنه لما نشط الحوثيين وبيضربوا السفن في البحر الأحمر، أنت عندك قناة السويس اتأثرت والدخل فيها قل. أظن ما فيش دليل أكتر من كده، ولا أنت ما بتفهمش، ولا البعيد مش معانا؟ أهو تراجع عائلات قناة السويس جراء هجمات الحوثيين. أنا هجيب لك إيه تاني؟ أقول لك إيه وعيد لك إيه؟ فلما تيجي بقى إسرائيل، الإمارات تجيب إسرائيل تعمل قاعدة استخباراتية في جزيرة سقطرة، فده خطر عليك أنت. أنت يجب أنك تتدخل. هو ليه عبد الناصر بعتنا بعت عمامنا وأهالينا يحارب في اليمن في الستينات؟ عشان كان في ثورة في اليمن على نظام الإمام، وبعدين هو كان مع الثورة، فراح بعت كتيبة، كتبتين، 10 كتائب، بعت ربع جيشه، ادعكنا في اليمن وجينا. هو ليه السعودية كانت ضدنا في موضوع اليمن؟ وكان الأمير فيصل اللي بقى ملك بعد كده كان هو اللي بيقود الحرب في اليمن، لأنه من مصلحة السعودية إن اليمن يبقى فيها نظام يدين بالولاء والفضل للسعودية، لأن ده الحد الجنوبي للسعودية للجزيرة العربية. فلما تيجي الإمارات دلوقتي تعمل قاعدة استخباراتية في جزيرة سقطرة، حضرتك مفروض تتحرك. حضرتك مفروض، بص جزيرة سقطرة، حضرتك مفروض تجي تقول للإمارات اعقلي اختشي عيب. شكرا يا بيبو قوي. أو ده في المدخل بالظبط. ده بص يا معلم، في وزارة باب، في وزارة باب المندب. فأي تحرك هنا حضرتك تتحرك بسرعة وتقول لهم بس تعالى هنا. يعني إيه قاعدة استخباراتية إسرائيلية؟ إنما السيسي قاعد يقول لك سلموا على عمكم محمد يا ولد، ده كريم قوي، ده اداني فلوس كتيرة والله. ايه اخبار التعاون الاماراتي مع اسرائيل دي اللي عمالة تثير موجة غضب على السوشيال ميديا وكتير بيهاجموا محمد بن زايد؟ زي كده بن زايد ايقونة الخيانة والشر والفساد، احفاد ابن سلول الله ينتقم منهم حسبنا الله ونعم الوكيل، امارات الشر الصهيونية ورجلهم شيطان العرب بن زايد، صهيوني مخلص لأسياده وحماة الكرسي، لا غرابة فلسطين وبالتحديد غزة مرآة هذه الأمة، الندالة في أقوى صورها.
بما أن دولة الإمارات صارت كولاية من الولايات المتحدة، لا ينتظر منها والحالة هذه إلا تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإعلامي للكيان الصهيوني.